توحشنا. اسم إدريسي الرياحي يونس ملاي محمد، والاسم الفني الحاج يونس. الحاج يونس يمثل العود المغربي، هو ملك للعالم كله. تعددت مواهبه وتعددت رؤاه الثقافية والفنية. ما تنظنش أن أي مغربي ما تعرفش الحاج يونس. عندما يعرضها الماضي لعيني. معرفتي الحاج يونس كانت يعني ملهمة لمجموعة من البرامج ذات طابع راسخ في الذاكرة السمعي البصري للمغاربة. الحاج يونس يجمع الحسنيين. ما تخشي ليا هو عيني. الناس كيحبوني ماشي كعازف عود فحسب، ولكن كيحبوني كحاج يونس، وهذا يعني أظن كنز من كنوز الله سبحانه وتعالى، كنحمدوا عليه الله سبحانه وتعالى.